في البداية بنتكلم على مفهوم المنظمة بصورة عامة، أو المنظمة الاقتصادية بصورة خاصة، وأنواع المنظمات الاقتصادية ثلاثة: قد تكون منظمة اقتصادية محلية أو وطنية، وقد تكون إقليمية، وقد تكون دولية. الجزء اللي بعد كده بنتكلم على دور وتقييم هذا الدور في كل منظمة دولية من حيث الأثار الاقتصادية على مجموعة الدول التي تنتمي إليها هذه المنظمة، أو من حيث الإيجابيات والسلبيات. آخر حاجة بنتكلم على أثر المنظمات الاقتصادية الدولية على الاقتصاد المصري وعلى أدائه.